وش تضحك؟ تضحك تبلع يلا. تحداني على كم؟ 27,000 في بوكس إذا فزت. وأتحداك تفوز. قبل ما يبدأ المقطع اليوم في إعلان بسيط بإذن الله أنكم تستفيدوا منه لو بالقليل. إعلان اليوم المتجر ماريو. متجر ماريو معروف يعني لو تشوفون في إنستغرام بيع حسابات فورتنايت. هنا مثل ما تشوفون النوادر. يعني في نادر مثلا اي دي في بنت طياره بلاك نايت، اي دي في جوردن طيار، هنا اي دي في سكيلتون الاصلي وبلاك نايت ب 800 ريال، قبل كان ب 2800 يعني انخصم 2000 ريال منها. طبعا مثل ما تشوفون هنا ايديات فيها سكنات العاب، هنا في ايديات العاب، ايديات فيها لعبه بلاك اوبس، اي دي في لعبه روكت ليج وزي كذا. هذه الحزمه اللي هي حساب عشوائي زائد 100 سكن وراح يكون لكم في المقطع باذن الله، فتابع المقطع للنهايه كذا بيطلع لكم فجاه حساب، اللي ياخذه يرسل لي على الانستغرام بيسلم. وبسم الله خلينا نضيفه في السله وراح اوريكم الحين كيف تشترون. هذا هو حساب عشوائي 100 سكن، روح على الدفع، بريد الكتروني ولا جوال؟ انا بختار جوال حاليا بعد ما دخلت رقمي ووصلتني رساله حق تحقق. الحين يقول لك وش تبغى تختار، تحويل بنكي، دفع استلام، بطاقه ائتمانيه، مدى. انا راح اختار مدى. هنا راح تدخل رقم بطاقه وهنا الاسم ملون على البطاقه، الاسم المكتوب على البطاقه، وهنا رقم التحقق اللي يكون ورا ثلاث ارقام هذه، هنا الشهر انتهاء وهنا العام حق الانتهاء. اول ما تشتري حساب صور بكاميرا الجوال وشوف هل الحساب مضمون او لا. يقول لك ان اذا صار غلط او في شيء يعوضونك اذا كنت مصور مقطع فيديو فقط. اذا ما صورت مقطع فيديو وصار حساب في مشكله ولا شيء ما راح يعوضونك، لان ما عندك دليل الا اذا صورت مقطع فيديو. اتمنى وضحت الفكره. تحط ارسال الطلب، طبعا بعدها راح يجيك رساله على الجوال فيها رقم وش البطاقه اللي شريت فيها، مثلا بطاقه الراجحي، راح يجيك رساله من الراجحي فيها رقم، رقم هنا الدخله، تحط تاكيد وتحط موافقه على شروط الاحكام. تم الدفع بنجاح، سيتم تحويلك المتجر خلال 5 ثواني. شكرا لتسوقكم عبر متجرنا. رقم الطلب هذا هو. طبعا كل التفاصيل صارتني على الجوال برساله نصيه، حساب ولا باسورد كل شيء. الحساب اللي شريته راح احطه في المقطع ثانيه من الثواني كذا، ما ادري يمكن يكون في بدايه مقطع، يمكن يكون في نهايه مقطع، يمكن يكون في النص. خليكم مركزين بس وباذن الله بحط الحساب. الحساب في 100 سكن، يب 100 سكن. والحين اخليكم على المقطع. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم ماب. الماب هذا سباق، سباق بين شخصين. الماب اسمه ماريو ضد سونيك. فدحوم ماريو عشان لبسه احمر، انا سونيك عشان لبسه ازرق، يعني ما في صله بس ما في سكنات، شو نسوي؟ تحدي اليوم راح يكون اذا فاز علي دحوم راح نلعب من 3 راوندات 3 ايام. اذا فاز دحوم في 2 منها راح ياخذ 26,000 في بوكس ولا 27، اصبر، 13,500 اوكي 27,000 اذا فزت يا دحوم. واتحداك تفوز. ايش فيك تقلب عيونك انت؟ اتحداك تفوز، اتحداك تفوز. طيب قبل ما يبدأ المقطع لا تنسون زر لايك، اشتركوا بالقناة لو كنتم مشتركين، وبإذن الله انه يعجبكم المقطع، ولا تنسون كوتشوب الله يسعدكم في اس ال، وشكرا للمنتسبين اسماء على فئتين في اخر مقطع بإذن الله. اوكي هذا وشو الحين؟ خلينا نبدأ في الماب الحين ونشوف كيف السباق راح يكون. طيب ممكن تجي دحوم؟ اخرتنا. على يسار انت سنك، انا هناك، انا ماري. زر حقك، اوكي اوكي، كنا برادة قاعد تلاحظ؟ يب. يلا يلا بسم الله، بسم الله 3 2 1 اوكي ابدأ. يلا 1. وش ذا؟ اشيل معي ذي اللاما؟ لا دقيقة وين؟ لا لا احس مستحيل ولا؟ الا والله تك ذا فلاج تو ذا اند اوف ذا ليفل. وين مكتوب عندك؟ يلا دحوم دحوم ارجع 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 لين جدار ورا. يلا 3 اسمع شنو الدريشة شنو الدريشة. وش تضحك؟ تضحك تبلع. يلا 3 2 1 اصبر اصبر، كم قلت؟ اصبر كم قلت؟ كم قلت انت؟ تحداني على كم؟ 27,000 في بوكس اذا فزت. واتحداك تفوز. ايه بسم الله بدينا. طيب اوي بدا قبلي حتى. الله معليش 27,000 في بوكس هذه والله. لا 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 تقفل لا تقفل، سبيس انكسر. الحمد لله سبيس انكسر. الله يخليك. نيد هذا كله اتوقع في تشيك بوينتات بعد كل هذا. اوه انت وصلت قبل شوي، خلصت المرحله؟ لا والله ما خلصت. لا يا اخي صعب. طيب اللفه ذي ومعك جويل ذي اللاما؟ والله ما انا اعلم شايله معي. امه والله مفروض انا اوكي انا سريع ما توصل لمرحله ان اشيل معي لاما. واضح انه 2000 years later. والله شكلها يا رب. بغيت انسى العلم يا اخي، نطيت نفس المكان طحت فيه ليه يا اخي ليه؟ الا بتروح الفلوس، ما برايحه باذن الله فلوسي يا رب تروح. لا باذن الله ما تروح ما تفوز. وش ذي؟ روح روح، ليه كل الباركور حقك غير؟ الله وش هذه؟ بعدين وش اسوي؟ ها؟ اوه تشيك بوينت دام. اقسم بالله رهيب. يو 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 يا ساتر ايش قاعد يصير؟ دخت انا دخت. يحط قدامك شيء ويصير شيء ثاني، ايش السالفه؟ قاعد تلاحظ انت غير ترى، انت سونيك انا ماريو. اسمع كل راوند نغير. شلون كل راوند نغير؟
وشو؟ سلوم. اسمع شلونك نعيد سلوم؟ اصبر اصبر، وين اروح انا؟ ليش؟ سلوم. العلم نسيته، المفروض اني احط العلم. ارجع بالعكس الحين عشان اخذ العلم وارجع مره ثانيه. انت طيب شو تسوي؟ انت تثبته بعد نفس الشيء لما توصل. خلاص انا اوصل. هذا راح الوصل. اصبر نزل ثلاثه. انت خليت فيها عد، الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. ايزي دحوم. بعلم ولا بدون؟ يا رب انك تجي عند ماريو، يا رب يا رب انك تجي عند ماريو هنا وتشوف كيف الصعوبه. يا لبيه شغل الباب يمين من الله رهيب. لا اخر وحده قطع من القهر، بس والله العظيم الماب رهيب. انت عندك الحين الموضوع سرعه صح؟ يب. انا الموضوع بس باركور، انسى قرش ما اخذه، لازم ارجع. يا الله يا الله الله. ايزي دحوم، انت ما خلصت الاولى بعد؟ ما خلصت الاولى. لا باركور يطول. الحين في ثالثه. ثالثة دحوم. ايزي ايزي ايزي. اللي قلت لك تبلع يعني تبلع. 27 في بوكس راحت عليك. ثبت العلم بس. وصل. ساتر. صدق ما استفدت شيء من العلم. اوه. كيف يا شباب؟ نايس. ايش؟ ما ادري وش الحركة هذه. نايس والله. والله نايس. ذبحت نفسي. الحين كيف الدباب؟ كيف اني انط النطة كاملة ذي؟ تدري ايش مسويين؟ حركة ماريو. وش هي؟ تدخل بالحفرة. القمع. يطلعك ينزلك تحت. اوكي. رهيبة الفكرة. والله يا شباب انه صعب. ما عليك. وصلت وصلت. الله الله. وين اروح؟ كل قروش. وين اروح الحين؟ اوه اخش على هذه. اي لازم تاخذ كل قروش. الله يا بيه بالله رهيب. اقسم بالله رهيب. لا امو بوت. ما ادري رقم بعد. يمين بالله الماب رهيب رهيب رهيب. ويت فور اذر بلاير. يا غشاش المفروض تنتظرني. وشو؟ والله انك غشاش. لما وصلت عند الدباب المفروض انك تنتظرني. هاي دباب؟ الدباب اللي قبل شوي. طيب ما اخذت كل قروش سلوم؟ انا اخذتها كلها. بالدباب ما اخذت كل قروش. الا انا ما اخذتها. طيب الحين اضغط انتر اكت ولا وشو؟ اخذ السيف. انتر اكت اذا راح سويا. هلا بي هلا بي هلا بي هلا بي. اوكي سويت حق السمك. اوه سمك. اوه ما جاك. اوكي كل واحد شيء. انا الحين في مرحله تجميع دحوم. ايزي هذا وين تجميع. اوه على هذه بتجيب اللي بعدها. وهذه بعد. لا يا رب. والله الماب غريب. الماب غريب. يس الكم دحوم. شوف سكوري 1051 و42. بس شلون اخر شيء صار عندك كوينز كثير ولا ايش؟ شوف الوعد الراوند الثاني. اسمع بدل روح روح حقي وشوف الصعوبه. اوكي يلا يلا تعال تعال بدك تتعذب شوي. يلا 3 2 1. بسم الله على طول ابدا. ها يلا بسم الله. اوكي يا الباركور. يا ساتر انا توقعت كل بدايه نفسي والله العظيم. ذا يعني شويه شويه شويه. اوكي لازم ناخذ هذه. على الاقل كنت اجمع كوينز. الحين صرت اجمع جزم. ايش في؟ لا يطيح الغبي. لا بسم الله. ما يزعل عادي عادي. والله هذا وضعي انا يا دحوم. اقطع بليس مابك يقهر. خيس خيس شوي. اوكي يا ساتر يا ساتر. اوه اوكي 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 اوكي. ايزي دحوم. وش ذا؟ اخذ قنابل. انا معلمك. والله ما ادري وش ذا. ثانية كيف تدخل من البوابة؟ تنقز بدري ولا ايش؟ والله ما اعلم. والله ياخذ المنظيف. الله ياخذ البوت يا شيخ. شلون انت تعديت انت؟ القمت هاوش مع البتات. يا اخي انقز بدري انقز بدري يا دحوم. الله اوه جبته. لا 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 جبته. لا لا ما تقدر من عنده. ايزي والله ما انتظرك. فايتنج فور براير. حلو. لا ايش هو؟ يا ساتر هنا بعد وصلت معي انت؟ اي والله صار هذا. كنا نشوف كره. اصبر وصلت الدباب. وصلت الدباب. اي هذا انت. تاخذ كل كوينز. لو مخر واخر
لوم تلوم لا تجي. انشب انشب الدبابية انشب انشب. دقيقة انشب دقيقة. اوكي وداني وداني. وش ذا؟ شلون؟ قاعد اموت انا على طول. ايوه الحمد لله ان شاء الله ما يفهم ابد. اي دحوم. انشبت عندك انا قبل شوي. لا بعيدني كلها. والله غش معليش والله غش. شف تو ما اعطاني تشيك بوينت. يا اخي كذب يمين بالله كذب. اقول لك انت ما اخذت تشيك بوينت مشكلة مني. تو ما اعطاني انا ما نزلني عليه. والله قهر اقسم بالله. يا اخي ما يوصل لي بالدباب. القم. القم القم. سكورك 43 سكوري 1052. القم. الحين تلقم انت تروح لهذا حقك ماريو. لا 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 لا. ما ما ايش اسمه لا. حبيبي لا. حبيبي. انت اللي اخترته من البداية. اللبس انت اللي اخترته من البداية. اسمع اثنين ندخل مع بعض ايش رايك؟ لا 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 ما في وش اللي؟ ما انا مو ماريو. والله أنا... لا. والله مشكلتك انت اللي مختار اللبس. قلت لك بداية تبغى ماريو ولا سونيك؟ انا اخترت الاحمر. واحد اثنين ثلاثة بدينا بسم الله. موتني انت يا طيب. طيب والله انا صاحب اللي عندي. والله العظيم غشاش. والله صاحب اللي عندي. شو يروح سونيك سريع سريع يفوز. هو سونيك مفروض الفايز اصلا من البداية. بس انه دائم يطيح يمكن في تكنيك انه يسويه انه خلاص على طول واحد يفوز. واحد يموت على طول بعد. نسيت اخذ اللعبة. لا لا. يتحمل القهر. دحوم. مين دحوم؟ دحوم. اخلا تكلمني اصلا تكلمني. ايه انا وصلت الدباب. امه. ذمتك والله قطع شكلك دحوم. والله كله من اللام اقسم بالله. يوم نسيتها. ايه لانك ما رجعت على ورا اخذت التشيك بوينت توني شفت المكان اللي انت مت فيه. لح شكلك كنت عند الدباب. بسرعه دحوم بسرعه دحوم. زقينه. طب عطني عطني سمك. لا 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 مو كذا. لا مو كذا مو كذا. يوديني مكان ثاني ليش؟ والله معليش بس ماريو اصلا عادني عادني دباب عادني يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسرعه دحوم تكفى تكفى اكل بس سمك بسرعه ويمديك. اسمع صوته جنبي. عطني سمك يا غبي. وات وش الجلتش؟ وش الجلتش؟ وش الجلتش؟ تلوم لها طريقه بالجم. علمت كيف تفوز علي ما بعلمك. حاول لما تسويها شكله سواها. سكت سكت شكله سواها يا رجال. ليش ضيعت مرة لوم؟ سكت تبي الحين من انت معلمني ولا شيء وش وضعك انت؟ لا تكبر. هذا وصل وصل الوسخ. وين وصلت؟ انا اقول ليش ساكت؟ وش فخاخه بس؟ الله يقطع ام ابيك. لا يا اخي تقوف. اسمع خلك لا تاخذها خلنا اوصل لك بس عندك تاخذها خلاص بتصير فوقك يا رطو تاخذها. انا سلم اسمع اسمع اصبر لما اجيك ما راح تخسر شيء. والله هذا منصري اقسم بالله. لا تفقد الامل ابدا. نابوك نابو ما بك كيف عليك. 27000 في بوكس احلم فيها. الاخر كان بيجيك 200 دولار بارده مبرده كذا بس انك للاسف ما تستاهلها. عموما مساكم مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم. لا تنسون زر اللايك واشترك في القناه. الله يسعدكم اللي قاعدين تستخدمون كود شوب ما دحهم بالدسكربشن كود الماب في الدسكربشن ونراكم على خير. سلام.